أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء واسع وموسع مع دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي صاحب الموقع الأول في السلطة التنفيذية الذي تسلم المهمة بعد احتجاجات تشرين ليجابها بتعقيدات داخلية وخارجية وأزمات سياسية واقتصادية وأمنية. وضع برنامجا لحكومته ونجح في أهم ما فيه وهو إقامة انتخابات مبكرة، إلا أنه فاجأ الجميع بإعلانه عدم الترشح لها. فهل كانت صفقة وراء الكواليس كما قيل، أم أنه قرار متخذ منذ البداية؟ رئيس الوزراء الذي انفتح على العمق العربي دخل غابة الوحوش عبر لجنة مكافحة الفساد التي يقال أن أمامها طريق طويل. مفاتيح كثيرة بيد رئيس الوزراء، نرحب به مع مجموعة من الزملاء ممثلي القنوات الفضائية العراقية. مرحبا بك دولة الرئيس. أهلا وسهلا. يعني مجموعة من القنوات الفضائية اليوم العراقية، يعني أبدأ بسؤال الأول، هل فعلا انسحبت من الترشيح من الانتخابات ولرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، وهل هذا يعني وراءه صفقة أم قرار شخصي؟ ليش صفقة؟ هذا القرار متخذ من اللحظة الأولى. أنا جئت بظروف خاصة استثنائية، بلد مر بأزمة وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية، وأخذت قرار بأن أكون محايد وأكون بمساحة واحدة بين الجميع. لم يكن هناك قرار بدخول انتخابات أو تشكيل حزب. المتعارف عليه مع الأسف الشديد أنه في التقليد السياسي رئيس وزراء عادة من يحكم يأسس إلى مشروع سياسي. مشروع السياسي هو خدمة شعبي، مشروع السياسي والنجاح بتأسيس انتخابات نزيهة عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي من قبل المواطن. المواطن عنده شك بالنظام السياسي بالانتخابات الماضية، اليوم مطلوب من عندنا إعادة الثقة لهذه الانتخابات. بكل تأكيد القرار كان متخذ من اللحظة الأولى، ولكن حاول البعض شيطنة رئيس وزراء أنه يحاول يستحوذ ويسيطر على إمكانيات الدولة حتى يسيطر على مرحلة ثانية. بكل تأكيد ثبت ما وعدت في شعبنا العظيم الشعب العراقي أن أكون محايد في هذه المرحلة إن شاء الله. قيل الكثير يعني وجهات سياسية تحدثت عن تأسيس حزب المرحلة الذي سيشارك في الانتخابات برئاستك، إلا أنك فاجأتنا يعني بالنتيجة، فيمكن فاجأتهم. أنا ذكرت لك محاولة شيطنة رئيس وزراء بكل شيء. مع الأسف الشديد حاول البعض أكثر من مرة اتهام الحكومة ورئيس وزراء باتهامات باطلة، وسوف نأتي إليها في الحديث خلال هذا اللقاء. بكل تأكيد قرار كان منذ اللحظة الأولى، والنخب السياسية تذكرون جيدة في اللقاء الأول عندما تم تكليفي كان هناك رسالة واضحة للجميع قلتها، يجب أن ندعم في الانتخابات القادمة الكتل السياسية الفائزة بتشكيل حكومة، ويجب المجيء برئيس وزراء من هذه الكتل الفائزة لكي تقود العراق وتتحمل مسؤولية كاملة. من غير المنطقي والمنصف في كل انتخابات الكتل السياسية تفشل بالاتفاق على رئيس وزراء، يبحثون عن شخصية من خارج الإطار السياسي. إذا لماذا تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية العمل السياسي؟ المطلوب من هي تتحمل المسؤولية وهي من تأتي برئيس وزراء. بكل تأكيد القرار كان متخذ من اللحظة الأولى. وعدت نفسي ووعدت الشعب العراقي بأن أكون محايدا ووفيت بهذا العهد. مساء الخير دولة الرئيس، رمضان كريم على جنابك. اليوم تتم حكومة سيد الكاظمي سنتها الأولى تقريبا، ولا أدري إن كانت هذه المناسبة مناسبة لأن نقول لك كل عام وأنت بخير أو نهنيك أو شيء آخر. أهم التحديات اللي واجهت هذه الحكومة وعلى كثرتها، لكن أهمها وأبرزها هو التصدي للسلاح المنفلت بطريقة أو بأخرى، خصوصا في ظل استمرار وربما تصاعد في بعض الأحيان استهداف البعثات الدبلوماسية واستهداف القواعد العسكرية كذلك. ما هي أهم الخطوات برأي جنابكم لتحديد هذه الهجمات، إضافة إلى ذلك في المساعي المبذولة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة؟ بكل تأكيد العراق مر بظروف صعبة معقدة منذ عام 2003 لحد عام 2020، أنتجت مظاهرات وأنتجت فوضى. من ضمن هذه الفوضى هو السلاح منفلت، السلاح الذي حارب داعش وهزم داعش. البعض حاول يستغل هذا السلاح تحت عناوين متعددة ما أنزل الله بها من السلطان، مرة تحت عنوان طرد المحتل،
ومر تحت حماية العصابات المنفلتة لابتزاز رجال الأعمال وابتزاز الدولة. السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وهذه الحكومة كانت جادة منذ اللحظة الأولى أن تحارب السلاح المنفلت وتحارب أي جماعة تحاول أن تستغل أي عنوان تحت عنوان السلاح. السلاح يجب أن يكون بيد الدولة أولاً، ولا سلاح خارج إطار الدولة. إذا أردنا نبني عراق حقيقي يجب أن نفكر بمعالجة هذه القضية. ومنذ اللحظة الأولى قمنا بتغييرات أمنية كبيرة، لأن كانت بعضها الجماعات ومن ضمنها حتى العصابات مخترقة أجهزتنا الأمنية، ومن ضمنها في وزارة الداخلية بالخصوص قمنا بتغييرات أمنية، وقمنا باعتقالات مجموعة كثيرة حاولت العبث بالأمن عن طريق الصواريخ وعن طريق الأرتال التي تحمل بعض المعدات للجيش العراقي هدية من قبل الدول. اعتقلنا مجموعات كبيرة، والآن عندنا في المعتقلات مجموعات كبيرة، وسوف نبقى ونستمر بمحاربة أي سلاح يهدد كيان الدولة العراقية. العراق متعب من الحروب، والآن لحظة بناء الاستقرار، ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود سلاح منفلت. دولة الرئيس، عذرا للمداخلة البسيطة، لكن أود أن أسأل، هل تعتقدون أن جزء من هذا السلاح المنفلت مغطى سياسيا؟ هل فعلا أن هناك غطاء سياسي على بعض هذا السلاح المنفلت؟ حسام، بكل تأكيد محتاجين نحكي بصراحة. العراق عمره 6000 سنة، العراقيين يمرون بظروف صعبة ومعقدة، نحتاج نصلح وضعنا. نعم، أكو سلاح منحمي تحت عناوين سياسية، والآن يجب أن يقاف هذه المهزلة. الأحزاب السياسية من حقها المشاركة بالعملية السياسية، ولكن ليس من حقها أن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة. مع كل هذا نحاول نعالج القضية، ولهذا دعونا في الحوار الوطني كل الأطراف بما فيها المسلحين، تعال نقعد على طاولة الحوار ومعالجة أسباب وجود هذا السلاح. سوف نعمل على حل، ولكن بكل تأكيد تدعو حكومة كما ذكرت عمرها سنة ورثت تركة ثقيلة كثيرة من الفوضى. من غير معقول أن هذه السنة تحل كل مشاكل، والبعض يريد منها الحكومة أن تحمل سيف وتقطع رؤوس الجميع لكي نصنع فوضى. الهدف الاستراتيجي للحكومة أن تعمل بكل هدوء وبصمت لتهدئة الأوضاع وإصلاح ما أفسده البعض في الماضي. مساء الخير سيد رئيس الوزراء، ذكرت حضرتك بموضوعة الانتخابات أنه عدم ترشحك يعني لا يأتي ضمن إطار صفقة معينة، لكن هناك تسريبات سمعناها كثيرة أنه بعض الأطراف الشيعية لربما أغلبها قد مارست على حضرتك ضغوطات حتى ما ترشح للانتخابات المقبلة، شنو ردك على هذه التسريبات؟ لا توجد أي ضغوطات من أي طرف، بالعكس هناك ضغوطات من أطراف سياسية شيعية وغير شيعية بالعمل على تأسيس حزب وتأسيس كيان سياسي لدخول الانتخابات، ورفضت. ليس صحيح، لا توجد أي ضغوط. هذا قرار أخذته بنفسي منذ اللحظة الأولى، وهناك شهود في أول اجتماع بالتكليف ذكرت هذا أمام قادة البلد. يجب أن نعمل بكل حيادية، وهذا ما سوف ألتزم به اللحظة الأخيرة من عمل هذه الحكومة. طيب إذا تسمح لي بهذه المداخلة، اليوم أكو حديث بالأوساط الإعلامية والسياسية عن إمكانية تشكيل لجنة للأمن الانتخابي، شنو صحة يعني تشكيل مثل هذه اللجنة؟ وتعتقد أنه ممكن تتأثر هذه اللجنة وتشكيلها إذا كان لها صلاحيات واسعة ممكن تفرض حتى قد تصل إلى قضية منع مرشح أو منع حزب من المشاركة بالانتخابات؟ ما تعتقد أنه ممكن تسبب وتستغل بقضية الصراعات السياسية؟ الحمد لله والشكر أنا مو مرشح ولا عندي حزب، وهذه اللجنة مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء وتنسق عملها مع المفوضية. وفي كل انتخابات كانت هناك لجنة أمنية لتوفير ظروف آمنة للانتخابات. بكل تأكيد هذه اللجنة ستعمل بكل مهنية كما عملت في السنين الماضية، ولكن هالسنة ستكون بها إجراءات واضحة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي. انتخابات الماضية تقت فقدان التقاعد المواطن خلت يكون هناك الاحتجاج الجماهيري في تشرين. يجب أن نعيد ثقة المواطن بالانتخابات، واللجنة الأمنية هي لجنة يعني فيها قرار موجود منصوص به، وهي جزء من عمل دعم المفوضية للانتخابات. شكرا دولة رئيس وزراء. شهيان تحسين من شبكة روداوة الإعلامية.
سؤالي هو بخصوص علاقات بين أقليم كردستان والعراق. تعرفون هناك العديد من القضايا العالقة بين الطرفين، ولكن في الوضع الراهن مواطنو أقليم كردستان ينتظرون جوابا صريحا وواضحا لمسألتين. أولا، حصة أقليم كردستان من الموازنة العامة، الموظفون يعيشون في حالة قلق بسبب الرواتب والأزمة المالية، وهذا الوضع يؤثر على الاقتصاد بكردستان. فسؤال هو، متى سيتم إرسال مستحقات أقليم كردستان من الموازنة العامة؟ هل ستبدأون في هذا الشهر؟ والجزء الثاني هو الوضع الأمني في مناطق متنازع عليها، تعرفون إنها في خطر مستمر تلك المناطق، وبعد الهجمات على أربيل دعا السيد نيتشيرفان بارزاني رئيس أقليم كردستان لإعادة تشكيل القوات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي. فالسؤال هو، متى ستتم إعادة تشكيل هذه القوات؟ شكرا. العلاقة بين بغداد وأربيل أعتقد اليوم في عصرها الذهبي، لسبب بسيط جدا، وجود حجم الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم. تربطنا علاقة تاريخية مع الكرد من أيام النضال ضد الدكتاتورية، وتربطنا علاقة مع كل قيادات الكردية في سليمانية وفي أربيل، علاقات ممتازة. وحاولنا نفكك بعض عناصر التوتر. ذهبت إلى أربيل وذهبت إلى سليمانية والتقيت القيادات السياسية، وعملنا على تفكيك كثير من سوء الفهم، وهذا ما ساهم بالنجاح في قرار الموازنة. الموازنة الفقرة 11 فيها اتفاق واضح بين حكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، وتم إقرارها في البرلمان وتم تغطيتها بتأييد برلماني. فأزمة الرواتب وأزمة الثقة، الحمد لله شكر، نحن في مرحلة تدليل كثير من هذه العناصر. أما في خصم مناطق متنازع عليها، هذه المشكلة طويلة. كل حكومات المستقرة اللي حكمت 4 سنين وثمان سنين ما نجحت بحلها. المطلوب من رئيس وزراء جاي بوضع استثنائي يحل هذه الإشكالية بيومين من غير منطقي. نحتاج أن نأسس للثقة بين أبناء شعبنا في العموم، بين الكرد والعرب، ولكي نعمل على حل هذه الإشكالية المتنازع عليها. وللعلم هذه المناطق ليس فينا بغداد وأربيل، وإنما في عموم العراق أن مناطق متنازع عليها. نحتاج وضع سياسي مستقر أكثر من الوضع الحالي لكي تنبني كل عناصر الثقة حل هذه الإشكالية. أما فيما يخص التنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، عندنا مجموعة أفكار. كان عندنا وفد في الإقليم الأسبوع الماضي، وعندنا وفد آخر سوف يذهب هذا الأسبوع الإقليم لإيجاد حلول لهذه المشكلة اللي مع الأسف الشديد يستغلها داعش وجماعات إرهابية. سوف نعمل على حلها بكل تأكيد. أنا واثق أن القيادة في الإقليم سوف تتعاون مع المقترح اللي قدمه للإقليم بهذا الاتجاه، لأنه أمن الإقليم أمن العراق مسؤولية جماعية. مداخلتي هم قسمين، للموازنة، هل ستتم إرسال مستحقات أقليم كردستان في هذا الشهر؟ بكل تأكيد، نحن الآن في مرحلة نهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة، سوف تصل الأقليم قريبا إن شاء الله. وهنالك أخبار أنه القوات المشتركة في هذا الأسبوع ستتم إعلانها، هل هذا صحيح؟ عفوا، تشكيل القوات المشتركة. نعم، قدمنا مقترحات في هذا الأسبوع. نعم، قدمنا مقترحات، وكان عندنا اجتماع الأسبوع الماضي، ولأول مرة في اجتماع أمني يحضروا ممثلين عن الإقليم في بغداد. أنا شخصيا اتصلت بالقيادة وطلبت حضورهم وحضروا، والآن عندنا مقترحات لمعالجة المناطق المتنازع عليها، وهي مناطق حساسة وخطيرة يستغلها العدو. سوف نعمل على حلها بمقترح سوف تقدمه بغداد إلى أربيل إن شاء الله. دولة الرئيس، رمضان مبارك عليك وعلى المشاهدين الكرام. دولة الرئيس، كانت لك جولة إقليمية أخيرة وصفت بأنها جولة ناجحة، سيما دول الخليج، ومن مصاديق هذا النجاح أنه تم تشكيل مشاريع أو صناديق استثمارية من السعودية من الإمارات ما يبلغ قيمته قرابة 6 مليار دولار. متى دولة الرئيس يبدأ العمل الفعلي لاستثمار خليجي في العراق من خلال هذه المشاريع؟ وما المطلوب من العراق تحديدا للإسراع وإنجاح هذه المبادرات الاستثمارية؟ طبعا المبالغ أو هذه الصناديق هي أكثر من هالرقم حقيقة، تعتمد على حجم نجاح الاستثمارات. نحتاج بيئة آمنة،
العراق في أمس الحاجة للاستثمارات، الدولة غير قادرة على توفير كل الخدمات وكل فرص العمل للمواطنين. الاستثمار القطاع الخاص هو من يقوم ببناء الدولة، الحكومة والدولة تضع مجموعة قوانين وتشريعات، ولكن يبقى القطاع الخاص هو صاحب اليد الطولة في بناء الدولة وبناء الدول. ولهذا السبب نشوف في كثير دول العالم المتقدمة القطاع الخاص له حضور واحترام. الاستثمار في العراق، الاستثمار الخليجي والاستثمار غير الخليجي كله مرحب به، ولهذا السبب بدينا مجموعة سلسلة قرارات في مجلس وزراء في هيئة الاستثمار لتوفير ظروف طبيعية لهذا الاستثمار. وقعنا مجموعة مذكرات بالأسابيع الماضية مع كثير من دول الخليج في قضية قطاع الاستثمار. نحتاج الابتعاد أو الابتعاد عن الصراعات السياسية. سمعنا في الماضي البعض عن بعض الاستثمارات قام يسميها استعمار، من غير معقول فرصة وفرصة للشعب العراقي تتحول إلى فرصة استعمار. ماكو استعمار، الاستثمار يجب أن يحمى، ويجب أن ننطي فرصة عن الاستثمار في قطاعات التعليم، في الصحة وفي النفط وفي الطاقة وفي الطاقة النظيفة. في السابق كل حكومات مع الأسف الشديد غزت على قطاع الكهرباء وصرفت مليارات في مشاريع، أستطيع أن أقول مشاريع عليها شبهات كثيرة، أنتجت محطات كهرباء للغاز وبدون توفر غاز. الآن نبحث عن الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، وعندنا مجموعة مشاريع استثمارية سنوفر لها كل الظروف للنجاح إن شاء الله. يعني عفوا دولة الرئيس، ربما هناك من البيئة المجتمعية قد لا يتعاطى بإيجابية مع مشاريع استثمارية لدول خليجية، حماية هذه المشاريع الاستثمارية هل هي من أولويات الحكومة العراقية؟ يجب حماية المستثمر العراقي وغير العراقي والخليجي. المستثمر لا يستطيع أن يعمل في بيئة غير مستقرة، المطلوب له فرصة بيئة مستقرة، والاستثمار سوف يوفر مئات آلاف من فرص العمل للعراقيين إن شاء الله. في ذات سياق دولة الرئيس، سأبقى في حوار العلاقات ولنا عودة بالتأكيد للشأن الداخلي العراقي. تشير المعلومات التقارير الواضحة سيادتك إلى وجود دور عراقي في تقارب محتمل أو تقارب قريب جدا، أصبح ربما قاب قوسين أو أدنى، أو ربما سيمضي بعض الوقت من أجل المقاربة بين كل من الرياض وطهران. وأيضا هناك مساعي تركية عربية، حوار تركي عربي. أنا هنا أسأل سيادة رئيس مجلس الوزراء العراقي عن طبيعة دور بغداد وطبيعة دور العراق في مثل هكذا مبادرات عربية وانعكاسات ذلك بالأساس على الوضع الداخلي في البلاد. سوف لا ندخل بالتفاصيل بهذه المواضيع، ولكن سأوضح نقطة واحدة مهمة جدا. العراق كان في السنين الماضية ساحة لتصفية حسابات بين دول عديدة. أول خطوة أخذتها هي تفكيك أن تحول العراق إلى ساحة للصراع، ولهذا قمنا بجهد سري وعلني بتفكيك كل عناصر التي تؤدي إلى أن تحول العراق إلى ساحة صراع. حولناها إلى ساحة لقاء للمتخاصمين بأكثر من مجال وفي أكثر من ملف لا أحب أتطرق إليها، احتراماً لمبدأ تذليل العقبات بين الجميع، ليس بين إيران والمملكة العربية السعودية وإنما بين كثير من دول المنطقة. نعمل على تذليل كل العقبات، وهذا بانعكاس كبير على الوضع الداخلي العراقي، وسوف يساهم بوصول الاستثمارات وفرص النجاح بين العراق يستعيد دوره الريادي في المنطقة وفي العالم. لا تنسى العراق هو أول حضارة إنسانية كانت، فالمطلوب اليوم يكون العراق يستعيد كثير من دوره في علاقات التوازن وتقريب وجهات النظر من أجل استقرار المنطقة. استقرار المنطقة في انعكاسات على الوضع الداخلي العراقي وفي انعكاسات لكثير من دول. الجميع يبحث عن استقرار، ويجب أن ننجح لكي نصنع المستقبل لأبنائنا. أبنائنا يستحقون، العراق يستحق منا الكثير، ويجب أن نأخذ كل القضايا بحسن نية، لا نأخذ الأمور بسوء الظن والخوف من الآخرين. الخوف لا يصنع الرجال، والخوف لا يصنع بناء الدول. دولة الرئيس، هنالك موضوع أيضا آخر مهم هو لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة. ثلاث أسئلة سريعة فيها والإجابة لحضرتك، خذ ما شئت من الوقت. هل فيها استهداف سياسي لطرف دون آخر؟ كم عدد المعتقلين وكم عدد الذين سيشملهم
الاتهام أو الاعتقال. هاي فرصة بصراحة ويا الجميع، يعني هاي في رسالة للشعب العراقي. هذه اللجنة لن يكون بها أي استهداف سياسي لأي طرف، والطرف السياسي يقول أنا مستهدف، خلي يقول أنا مستهدف، خلي يقول من المستهدف، خلي يعلن عن نفسه. جوني قالوا لي هاللجنة ما بيها توازن بالمعتقلين. توازن شنو؟ يعني حرامية ما صار بيها توازن؟ مع كل هذا اللجنة تبحث عن الجريمة وعن المستهدف من هذه الجريمة. اللجنة قامت بعمل جيد جدا وأطاحت برؤوس كبيرة من حيتان الفساد، ومن عمل لجنة قامت بعملها رغم كل الظروف والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان واتهامات ما أنزل بها السلطان، كلها أثبت الادعاء العام وأثبت القضاء أنها عبارة عن أكاذيب. أنا ناشط سابق بحقوق الإنسان وملتزم بكل معايير، من غير معقول أنا أحد ضحايا صدام حسين أن أسمح لنفسي أن أقبل هناك يكون ضحية في عهدي، أبدا لن أقبل بالظلم، ولكن دائما هناك مستفيدين نجحوا بتشويه صورة عمل اللجنة في البداية، ولكن فشلوا عندما تم لطاحة بحيتان كبيرة والكل قام يقتنع بعمل اللجنة، والآن الجميع بدأ يدعم عمل اللجنة، واللجنة إن شاء الله تقوم قريبا بتقديم تقريرها عن ما تم إنجازه في الأشهر الماضية. سألتك عن الأعداد دولة الرئيس، إن الأعداد بكل صراحة بالعشرات، الملفات بالمئات، في غسيل أموال أكثر من 400 ملف، وهناك 39 قضية تم إنجازها، أعداد كبيرة جدا وتشمل موظفي في الدولة وتشمل بعض الناس استغلوا وجودهم ومحسوبيتهم للحصول على بعض الامتيازات أو ابتزاز كثير من موظفي الدولة العراقية. دولة الرئيس، دون أن أكرر وأحاول أن أعيد السؤال من زاوية أخرى فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية للعراق، الحكومات السابقة لم تتمكن من لعب دور التوازن أو جعل العراق محايداً في الصراعات القائمة في المنطقة. الحكومة الحالية وبشكل واضح تصرح بأنها تسعى لتفكيك الأزمات الخارجية في المنطقة واللجوء لإطفاء الحرائق حتى تنعكس على الداخل. هل تعتقدون فعلاً أن مشكلة العراق تبدأ حلها أو يبدأ حلها من الخارج ومن ثم تنعكس على الداخل؟ بكل تأكيد تكامل بين الداخل والخارج. الحل الخارجي وعلى غير كافي، ولكن العامل الخارجي ساعد كثيراً بإعادة ثقة العراق إلى المنظومة العربية، إلى المنظومة الإسلامية، إلى المنظومة الدولية. في زمن صدام العراق كان دولة مارقة، اليوم العراق يحاول يستعيد سمعته الدولية، سمعته الإقليمية. بكل تأكيد يجب يكون هناك تكامل وتنسيق بين الوضع الداخلي، الملفات الداخلية اللي يشجع العنصر الخارجي على التكامل أكثر. مع كل هذا يبقى العنصر الخارجي مهم جداً في قضية استقرار العراق ودور العراق المستقبلي. العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل تدرج ضمن إطار التوازن مع الآخرين باعتبارها أنها الدولة الأكبر تأثيراً في العراق بالتقاسم مع دول أخرى؟ بالتأكيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل ستأخذ إطار محدد دولة الرئيس؟ خلينا نبعد العراق عن مساحات النفوذ. إلى متى العراق أصبح نفوذ فلان دولة فلان دولة؟ كانت أمريكا وغير أمريكا، أمريكا دولة عظمى على عيني ورأسي، كيف نستفاد من أمريكا في خدمة مشاريعنا الداخلية في التعليم، في الصحة، في الثقافة، في الزراعة، في الصناعة، في النفط؟ أما الحديث عن البحث النفوذ السياسي، بكل تأكيد نرفض أي نفوذ سياسي لأي طرف كان من يكون، أمريكا وغير أمريكا، ما نقبل أي نفوذ وسوف نحارب أي نفوذ خارج. نعم، ولكن نبحث عن علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد أمريكا دولة كبرى، دولة عظمى، لديها إمكانيات علمية، كانت في الثقافة، في التعليم، ممكن يستفاد منها حتى في الاقتصاد. عينها العمل بكل جدية في إنجاز علاقات صحيحة، ولهذا السبب قمنا في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على ترتيب وتنظيم هذه العلاقة. ولهذا السبب فقراتها ليش تخص الجانب الأمني فقط، تخص الجانب التعليمي، الثقافي، وحتى في الجانب السياسي. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية دولة مهمة، سوف نحاول الاستفادة قدر الإمكان في خدمة مشاريعنا في التنمية وفي التعليم وفي الصحة وفي كافة المجالات.
سيد رئيس الوزراء، بقضية الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبغض النظر عن تسمية هذه القوات كانت مقاتلة أو غير مقاتلة، يمكن أكو اختلاف شوي على تسميتها، لكن بالتالي رح يكون الانسحاب دفعة واحدة لو رح يصير الانسحاب تدريجي؟ شلون صار الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الملف، وشنو هي السقوف الزمنية المفترضة لتحقيق هذا الانسحاب؟ احنا بدينا ثلاث مراحل من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحوار أنتج عن تخفيض وجود القوات الأمريكية في العراق إلى حدود أكثر من 60%. وخلال أشهر، أنا الصيف الماضي كنت في واشنطن، وقبل ذهابي طلبت من الكتل السياسية الوطنية في العموم، اجتمعت فيهم، شو تريدون؟ البعض قال يريد الأمريكان، قال بعض ما يريدهم. صار اتفاق نعيد ترتيب مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب انسحاب القوات القتالية من العراق. احنا ما محتاجين قوات قتالية في العراق، احنا محتاجين تنسيق أمني والاستفادة من خبرات. مع كل هذا، البعض نصحني أمام الجميع، جيب لنا جدول بثمان سنين من أمريكا، احنا موافقين. ذهبت إلى واشنطن وأعلن الرئيس الأمريكي في الإعلام عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق في حد أقصى كم سنة؟ 3 سنين. جيت لبغداد قالوا ممتاز ومحترم. جينا المرحلة الثالثة، دخلنا من حوار استراتيجي قبل أسابيع، ووصلنا عن إعلان أمريكي واضح بإنهاء دور أي قوات قتالية أمريكية في العراق، وحطينا لجنة فنية تقوم بواجبها في إعداد البرنامج لانسحاب القوات القتالية من العراق. عفوا سيادة رئيس الوزراء، هذه اللجنة الفنية العسكرية هي برئاسة العسكرية. رئيس أركان العسكرية. الجيش نعم. لجنة عسكرية. هذه مهمتها تحديدا شنو؟ راح تكون إعادة ترتيب جدولة وترتيب نعم. وجود هالقوات، وما نحتاجه من مستشارين، وما لا نحتاجه من قوات قتالية. بس بعد قوات قتالية احنا عندنا قرار للبرلمان العراقي القاضي بإخراج هذه القوات. هذه تشكيل هذه اللجنة بحد ذاتها، ما تعتقد انه ممكن يشكل التفاف على هذا القرار؟ لا، ليس صحيح. هذه البعض للوصل لحط الأمريكان بالمريخ، يقول الأمريكان بعد ما طالعين. ولهالسبب يومي عندنا قصف على قاعدة بلد. إيش فيها بلد؟ اليوم الصبح كانت أكو لجنة ذهبت إلى قاعدة بلد وتبحث عن جند أمريكان. طول التقرير ماكو جندي أمريكي واحد. هاي اتهامات واهية لكي يبرر أعماله وتصرفاته، مرة لأغراض انتخابية ومرة لفرض وجوده وحضوره. أما الحديث عن سوء النية في أي خطوة، 3 سنين سونية، 8 سنين، صار 3 سنين صار هم بعدهم موجودين. 60% انسحبوا خلال أشهر بعد عودتي من واشنطن، بأيام انسحبوا الأمريكان. البعض يتحدث عن وجود أمريكان لحد هذه اللحظة في معسكر التاجي. أنتوا طلعوا سأخذكم معسكر التاجي وأخذكم إلى بلد وأخذكم كل معسكرات. بس قوات غير قتالية صحيح؟ غير قوات غير قتالية. شنو مهمتها؟ شنو ممكن تقدم يعني؟ القوات غير قتالية مهمة دور الاستشاري وتقديم النصيحة في الحرب على داعش. إحنا مع حد اللحظة محتاجين جهد استخباري دولي، ومحتاجين جهد جوي كبير في المحاربة ضد داعش. من غير معقول أفرط بأمن العراقيين، لأن البعض يحاول حسب رؤيته الخاصة يفرض علينا أجندات تؤدي إلى تهديد الأمن العراقي. لن نسمح بتهديد أي من عراقي كائن من يكون. طيب هذه تتواجد القوات غير القتالية لمهمتها التدريب والاستشارة مثل ما تفضلت حضرتك، تتواجد بالقواعد العسكرية؟ أولاً هم إحنا ماكو قواعد أمريكية في العراق. أما الحديث عن قواعد أمريكية في العراق هذه كذبة. من 2011 انسحبوا الأمريكان من العراق. مع الأسف الشديد يوم الصبح شفت هجوم غير مبرر على قاعدة عين أسد، وهي قاعدة عراقية. من غير معقول أبنائنا يجون يفرطون ببلدهم بهذه الطريقة تحت عناوين اللي يقولها مبررات غير منطقية. من غير معقول أن نتهم جيشنا العراقي البطل أن القواعد مالته تحت السيطرة الأمريكية، ما موجودة أبدا. وإنما توجد مجموعات أمريكية في معسكرات عراقيين موجودين، نعم موجودين، وهذه الجماعات يتم ترتيب وضعها ضمن إطار الحوار الاستراتيجي ضمن الفريق الفني، اللجنة الفنية مشكلة من قادة عسكريين عراقيين وقادة عسكريين أمريكان. منذ توليكم برئاسة الحكومة منذ عام وأنتم تحاولون وتعملون على إعادة الهيبة للحكومة وسيادة القانون داخليا، ولكن في نفس الوقت خارجيا تتم خرق سيادة الدولة مرارا وتكرارا من قبل قوات مجاميع أو حتى دول لديها علاقات جيدة مع العراق.
كما تعرفون هنالك حرب دموية على المناطق الحدودية في إقليم كردستان بين الحزب العمال الكردستاني وتركيا. الضحايا هم أهالي القرى، وتهجر العديد من أهالي القرى والعدد في ازدياد. وفي نفس الوقت هنالك توسيع لهذه العمليات من قبل تركيا بحجة وجود الحزب العمال الكردستاني في تلك المناطق. متى وكيف ستتم حل هذه المشكلة؟ كيف عملتم أو ماذا عملتم مع الجانب التركي لوقف هذه العمليات، ومع الجانب الآخر مع الحزب العمال الكردستاني لقطع هذه الحجج لتركيا؟ طبعا بكل تأكيد العراق لا يمكن يكون ساحة لتهديد جيرانه. تركيا دولة جارة، إيران دولة جارة، السعودية دولة جارة، الكويت دولة جارة، والأردن. من غير منطقي أن نقبل بأنه أي كائن من يكون يهدد دول الجوار بعمليات مسلحة. تركيا دولة جارة علاقتها ممتازة وياها، عبرنا أكثر مرة عن امتعاضنا عن بعض التصرفات فيما يخص التدخلات التركية في تصفية حساباتها مع حزب العمال، وكان هناك تفهم تركي لمواقف العراق وامتعاضه، ولكن في نفس الوقت حزب العمال تصرفاتها غير مقبولة في العراق، أن يهدد دولة جار العراق من أراضي عراقية، ويهدد كذلك سكان الإقليم. نعمل الآن بكل تأكيد عن بسط نفوذ الدولة العراقية على بعض المناطق التي كانت تحت حوزة بعض الجماعات المسلحة في المناطق المحاذية مع الإقليم، مع المحاذية مع سوريا، ومعالجتها عن طريق تنسيق العمل مرة مع حكومة الإقليم، مرة بتنسيق وجهات النظر وتقريبها مع الجارة تركيا. بكل تأكيد سوف نعمل مع حكومة الإقليم لتخفيف وطأة هذه العمليات وتقليل الأضرار على القرى الكردية في كردستان عزيزة. سيادة الرئيس، فيما يتعلق بما أشرت إليه في موضوعة قاعدة بلد الجوية، هنالك حديث للناطق باسم القائد العام عن أنه قرابة 32 طائرة من طائرات الأف 16 الآن جاثمة تحتاج إلى إدامة الصيانة. الفريق الذي كان مسؤولا عن هذه الصيانة، الفريق الأمريكي، الآن هو غير موجود في قاعدة بلد، وهي لا تستطيع الآن أن تقوم بمهامها. هذا ألا يجعل العراق أمام مشكلة كبيرة؟ طائرات من هذا النوع وبهذه الأهمية هي غير قادرين على صيانتها لعدم إمكانيتنا على توفير الأمن للفريق الأمريكي اللي مسؤول عن الصيانة لهذه الطائرات؟ بكل تأكيد هذه الطائرات احنا في بس الحاجة لها في محاربتنا لتنظيمات إرهابية، داعش الإرهابي. عدم وجود الخبراء لصيانة هذه الطائرات حسب اتفاقية، عندما تمشي هذه الطائرات قالت لك اتفاقية للصيانة للشركات الأمريكية، هذه الشركات بعضها انسحب من العراق بسبب الأعمال العبثية للهجوم بالصواريخ على قاعدة بلد الجوية. الآن نعمل على توفير الأمن ونعمل على إعادة هذه الشركات. اليوم الصبح قلت لكم كان هناك وفد حتى نسقط الحجة للبعض أمام الكتل السياسية تحمل مسؤوليتهم التاريخية أن هذه الصواريخ العبثية ليس هدفها الأمريكان أبداً، ولا قاعدة بلد فيها، بها طائرات عراقية وبها قوات عراقية وبها شبابنا عراقيين. فمع كل هذا، هذا يحرجنا حقيقة، يحرج العراق، لكن جادين بتوفير حماية للشركات التي تقوم بهذه الصيانة، وكذلك توفير الحماية لقاعدة بلد. الرئيس، يعني أنت الآن أشرت ضمنا أنه الاستهداف هو إحراج الحكومة، وأنا من هذا المنطلق أريد أن أسأل. الآن أتممت الحكومة ربما سنة من عمر، ما هي أبرز المواقف التي مرت خلال هذه السنة على إدارة السيد الكاظمي؟ طبعا بكل تأكيد هذه السنة صعبة جدا، صعبة علي، صعبة على العراقيين. ولكن ننسى السؤال، ما قبل هالسنة كانت أمورنا شلون؟ جيدة، فتمرنا أصعب وعقد. هل نسينا الأيام اللي كانت فيها باليوم 14 ساعة مفخخة؟ هل نسينا يوميا كانت الصواريخ على الأحياء السكنية توزع بالتساوي على كل سكان بغداد والمحافظات؟ العراق خلنا نعترف منذ عام 2003 لم يتم تأسيسه بصورة صحيحة بسبب
القسمة الطائفية بسبب الفساد والبحث عن السلطة. كان هناك صراع على السلطة بالعراق، أنتج دولة ضعيفة، أنتج وضع معقد. مع كل هذا أول خطوة قمنا بها في هذه الحكومة هي إبعاد السمعة أو الصورة الطائفية عن هذه الحكومة، حكومة وطنية عراقية لا تفرق بين العراقيين على أساس المذهب أو الانتماء أو القومية. وقمنا بأعمال استعادة هيبة الدولة. هيبة الدولة هي مو بس بسلاح، ترى الشارع من بالله طلب يصاخها هم يكسر هيبة الدولة. جينا بظروف معقدة صعبة جدا، موازنة ما موجودة، ماكو موازنة كانت في عام 2020، أسعار النفط منهارة، ماكو دولة بالعالم تعتمد على النفط بالكامل في موازنتها بس العراق. خفضنا اعتمادنا على النفط، قمنا بخطوات تحديات وباء كورونا. العراق كان مهدد بانهيار كامل في القطاع الصحي، نجحنا بتوفير 3 أنواع لقاحات، والدولة الوحيدة بالمنطقة اللي عندها 3 لقاحات هو العراق. العراق الدولة الوحيدة أول من بادر. عندنا تحديات الوضع الاقتصادي، أسعار النفط انهارت، عدم وجود موازنة. كان هناك تحدي حقيقي للوضع الاقتصادي المعرض للانهيار. مع كل هذا نجحنا بتوفير حماية الوضع الاقتصادي بعدم الانهيار. بالإضافة إلى هذا قدمنا ورقة إصلاح تحت عنوان الورقة البيضاء، ليش مسؤولة الحكومة تقدمها؟ أنا جيت حتى أوفر بس انتخابات، حماية الوضع الاقتصادي والأمني. قمنا بخطوات حقيقية بعمليات إصلاح، ولهذا السبب شفنا انعكاسات لبعض الإصلاحات، وفرت لنا مليارات. قمنا بإعادة العراق إلى محيط العربي وإلى محيط الإسلامي وتأسيس علاقات جيدة مع دول العالم. سيادة القائد العام للقوات المسلحة، ما الذي حققته الحكومة في بين مزدوجين إصلاح المنظومة الأمنية خلال عام كامل من توليها المسؤولية؟ دعني أركز هنا سيادتك على قضية تكرار مؤسف لخروق في مناطق معينة، حديث عن مناطق في محافظة صلاح الدين، في جنوب كركوك، في محافظة ديالى، بين الحين والآخر يتعرض للتنظيم ويشن خروقات مستمرة تحت ربما المسؤولية تقع على خيار يراه عسكريون بأنه عدم التنسيق الموجود ما بين التشكيلات الأمنية المتواجدة هناك. الذي ترونه حلاً مناسباً لهذه القضية دولة الرئيس؟ أجب أن نعترف أن قواتنا الأمنية مستنزفة وتعرضت لعملية استنزاف كبير في الحرب ضد الإرهاب، ولكن خلال هالسنة الأخيرة هناك عمل دؤوب على مدار الساعة على إعادة الثقة بجيشنا البطل بمؤسساتنا الأمنية. قمنا بتغييرات كبيرة في وزارة الداخلية، الهدف منعتها تنشيط ودفع دماء جديدة لكي تقوم بواجبها في بناء هذه المؤسسات. نعم داعش ما زال يشكل تهديد، ولكن لا تنسى داعش يوميا تعرض لضربات قاسية، آخرها في محافظة كركوك وفي صلاح الدين وفي الموصل وفي ديالى. نعم هناك محاولات من البعض تضخيم أعمال العدو، الهدف من عنده هو النيل من أداء الحكومة. بالعكس اليوم قواتنا البطلة من كافة الصنوف، جيشنا العراقي البطل، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي، البشمركة، أداهم أحسن من السابق بسبب بسيط جدا هو التنسيق بين هذه المؤسسات. في السابق كان ماكو تنسيق، الآن شكلنا لجنة عمليات غرفة خاصة للتنسيق بين عمل مؤسساتنا. وبكل تأكيد بناء المؤسسات يحتاج أموال بظروفنا الاستثنائية، أموال غير متوفرة. مع كل هذا قاعد نحاول حل بعض المشاكل بتوفير الأموال للأجهزة الأمنية حتى تقوم بواجبها الحقيقي. دولة الرئيس، لكن هناك من يرى أن يعني شبح الحرب أبعد تماما عن البلاد، بقايا التنظيم التي تتعرض بين الحين والآخر، ويعني هو ليس بذلك الخطر الكبير، لكن ثمة من يرى أن تعدد قيادات العمليات، وهناك من يتحدث عن جنبة دستورية أو جنبة قانونية في ذلك. قائد العام للقوات المسلحة كيف ينظر إلى هذه الجزئية؟ بكل تأكيد أتفق معك، أكو مشكلة قانونية عندنا تشريعية في عمل مؤسساتنا. مع الأسف الشديد كثير من مؤسساتنا بناها بنت في زمن الاحتلال الأمريكي للعراق، وبنت وفق رؤية أمريكية،
وفق حاجة الميدان في ذاك الوقت. الآن نحتاج تقييم مؤسساتنا واحتياجه. من غير معقول مؤسساتنا تتحول بصورة أفقية، هذا يشتت الجهد. نحتاج نعيد مركزية القرار في الأجهزة الأمنية، وهذا ما نعمل عليه عن طريق تقييم عمل كل مؤسسة، وكذلك عن طريق تقييم عمل وزارة الدفاع، عن طريق بناء مؤسساتها بجيش عراقي بطريقة حديثة وعصرية. دولة الرئيس، إذا سمحت نكمل معك اللقاء ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونكمل حوارنا مع دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. دولة الرئيس، أين وصلت التحقيقات بخصوص اغتيال المتظاهرين والاعتداء عليهم؟ هل ألقي البعض على القبض على البعض منهم؟ وهل فعلا هنالك استهداف سياسي، أو الملقى القبض عليهم أو المتهمين لديهم ارتباطات سياسية؟ يجب أن نعترف أن الحكومة امتازت بالوفاء بعهدها في التحقيقات وفي كل لجان التحقيق. كان هناك حادثة ساحة طيران استشهد بها 2 من شبابنا ولدنا، وعدنا الناس بالتحقيق 72 ساعة. التحقيق أنجز عمله في أقل من 24 ساعة، وكان هناك استشهاد لمتظاهر في البصرة. اللجنة وفت بالالتزام بالتاريخ المحدد لإنجاز التحقيق خلال 24 ساعة، وتم إنجاز التحقيق خلال ساعات، وتم إلقاء القبض على القتلة. وكذلك في الناصرية في الأحداث الأخيرة أثناء التحقيق وتم إلقاء القبض على من أطلق النار المتظاهرين. فيما يخص مظاهرات، الأحداث حصلت في أكتوبر عام 2019. التزمنا ب الوفاء بإحصاء عدد الشهداء والاعتراف بهم كشهداء، وقدمنا قرار بمجلس وزراء وفناء البرلمان لاعتبارهم شهداء والحصول على كافة حقوق الشهداء، وكذلك إحصاء عدد الجرحى وإرسال بعض معتهم للعلاج خارج العراق من يحتاج علاج خارج العراق. المرحلة الثالثة هي اللجنة التحقيقية. شكلنا لجنة تحقيقية من مجموعة قضاة مهنيين متقاعدين يقومون على مدار الساعة بمهمتهم في اللقاءات والبحث عن ما حصل. هذه اللجنة تقوم عملها بكل هدوء، وننتظر معها التقرير حال انتهاء التحقيقات. هذه التحقيقات تحتاج أن تكون عادلة وتحتاج أن تكون منصفة، ولهذا السبب أحتاج أن تكون وقت طويل لإعلان عن نتائجها. سوف نعلن النتائج مجرد ما ينتهي تقرير اللجنة. أما فيما يخص الجنات، تم إلقاء القبض على مجموعة جنات قاموا بمجموعة اغتيالات المتظاهرين وغير المتظاهرين، وأشهرهم هي فرق الموت في مدينة البصرة اللي قامت باغتيالات لزملائكم الصحفيين في مدينة البصرة، تم إلقاء القبض عليهم. وكذلك تم إلقاء القبض على مجموعات أخرى قامت بقتل المتظاهرين والقيام بعمليات إجرامية. بكل تأكيد سوف نستمر بالتحقيقات وسوف نعلن النتائج حال انتهاء من التحقيق. دولة الرئيس، يعني على الرغم من أن الحكومة اللي برئاسة جنابه كاملة الأهلية الدستورية من حيث الصلاحيات أقصد، لكن وحضرتك تقول ذلك بأن لدينا مهام محدودة وربما استراتيجية، من أبرز هذه المهام هي الانتخابات المبكرة. يعني قد نقتنع جميعا بأن الانتخابات المبكرة اللي أهم منها هو توفير الأجواء قبل أن تكون الانتخابات المبكرة موجودة. هل تعتقدون بأن الأجواء مناسبة لإجراء هذه الانتخابات المبكرة؟ هل وصلنا إلى مرحلة تكافؤ الفرص بين المرشحين في ظل وجود المال السياسي، في ظل وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة بنسبة ما؟ كل عملية انتخابية اللي صارت بالعراق صارت بظروف أعقد من الظروف الحالية. ينسينا تذكرون كانت ناس الانتخابات والصواريخ والسيارات المفخخة. الآن ظروف أفضل من الظروف الماضية. نحتاج إعادة الثقة وتشجيع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات. الحكومة قامت بكل واجبها في دعم المفوضية في أي قرار تحتاجه
يطلبون الأخوان بالمفوضية، إحنا نأخذ به قرار خلال ساعات في مجلس وزراء، وفي بعضها قمنا بجلسات طارئة لدعم المفوضية حتى تنجح بعملها. قانون الانتخابات تم تشريعه، وأنا في اعتقادي فرصة للتنافس بين المرشحين. المحكمة الاتحادية تم إنجازها، فكل ظروف ومستلزمات نجاح الانتخابات متوفرة. تبقى شلون نشجع المواطن على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات؟ نحتاج دعم وسائل الإعلام، الكتل السياسية، وكذلك العمل عن طريق تشجيع المواطن بالانتخاب حتى يعبر عن صوته ويعبر عن خياراته. بكل تأكيد أنا متفائل في الانتخابات، الظروف أعتقد متوفرة. لو قارناها بالماضي، ظروف الانتخابات هاي ستكون أفضل من الماضي. الخشية دولة الرئيس وعذرا للإطالة أن تسفر النتائج بفعل ربما المال السياسي، تزوير أو أي شيء آخر، استخدام السلاح إلى إعادة إنتاج نفس القوى السياسية التي تظاهرت عليها قوى تشرين، وهذا الأمر ينذر بوجود طور آخر وربما أكثر خطورة من الاحتجاجات المقبلة فيما بعد الانتخابات وإظهار النتائج. هل تشاركون الآخرين بهذه الخشية؟ بكل تأكيد أشاركك هذا القلق، ولكن أكد على كلمة ولكن، طلبنا من الفوضية تفعيل قانون الأحزاب الذي يحرم أي طرف عنده سلاح أو عنده مال غير واضح المعالم أن يتم منع هذه الجماعات أن تستغل المال السياسي للوصول أو تغيير نتائج الانتخابات. بكل تأكيد المفوضية يجب ندعمها لوفر كل فرص النجاح، وإن شاء الله تقوم بواجبها في خص الملاحظات طرحتها اللي يخص المال السياسي والسلاح من فلت. سيد رئيس الوزراء، يمكن كثير من المرات شفناك تتجول بين الناس، تتجول بالمطاعم، تزور بيوت الفقراء، مواقع عمل أحيانا مهمة لمشاريع معينة. بالتالي مثل ما يقال أنه المواطن العراقي باوع الله ويباوع لك، هذه حقيقة يعني، وأي رئيس وزراء آخر قادم يعني نفس الآلية ونفس الفكرة. لكن بالتالي يعني سؤالي يتعلق بعد ما ترجع من ذول الناس البسطاء الفقراء اللي عندهم متطلبات اللي عندهم احتياجات، شنو يخطر ببالك بهذه السنة؟ شنو قدمت لهم بهذه السنة اللي يحلو للبعض أن يسميها هذه السنة وحكومتك تحديدا بهذه السنة حكومة أزمات؟ بكل صراحة أقول لك أكثر شيء يؤلمني أحس بخجل عندما أشوف معاناة الناس ومستوى الخدمات المتوفرة لهم. ماكو خدمات، كرامتهم منهانة، في سكنة، في عيشته، في مطالبة من غير معقول. أروح للعمارة ومرية بعمر أمي طالبني ب50,000 دينار، يما 50,000 شنو؟ قال حتى أعيش. هذا عيب على أي عراقي أو سياسي أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس برلمان؟ نقبل العراقيين يكونوا بهذا المستوى من كرامتهم تكون مخدوشة؟ عيب، أقولها بكل صراحة، أحس بخجل، بألم. ولهذا السبب يحس في قلبي قبل يوم التقيت بواب أحد الفواتح جندي عراقي إذا مخصوصة 70 لغم شايل في يوم واحد، وبعدين إذا تنقص وبعدين يشوف نفسه بالشارع. هذا الموقف ممكن نتعرض له جميعا قاعدين بالقاعة، أنا ممكن أتعرض له، أنت ممكن تعرضي له. فبكل تأكيد أحس بخجل بألم، ولكن ماذا نعمل؟ بكل تأكيد اليوم كان اكو اجتماع عندنا قبل هذا اللقاء لبعض السادة الوزراء لمعالجة حل بعض المشاكل الاجتماعية في البلد، ولهذا السبب وعدتكم بعد العيد قد نوصل إلى نتيجة نعلن عنها لمعالجة كثير من مشاكل البلد. ولكن هاي مو مسؤوليتي وحدي، مسؤولية الجميع، وهاي ورثتها. أنا أسأل نفسي سؤال، حكومات الماضية سوت؟ كل واحدة حكومة 4 سنين سوت، الناس حاسبني لي وحدي كأنما أنا المسؤول. أنا جيت ورثت هذه التركة الثقيلة، أنا كتلة سياسية ما عندي بالبرلمان. يعني هذه مسؤولية كبيرة وعبء ثقيل على أي شخصية تتولى هذا المنصب. اليوم السيد الكاظمي مع حفظ الألقاب يشوف نفسه قادر على تحمل مثل هذه المسؤولية، مسؤولية الناس نفسهم، وشنو اللي ممكن تقدر تقدم لهم إياه؟ بكل تأكيد لو ما أحس أني متمكن من هالمسؤولية ما قبلت المسؤولية. أنا قبلتها لخاطر عيون الناس،
ولا أعرف كثير من المقومات النجاح غير متوفرة بهذه الحكومة، لكن المسؤولية الأخلاقية اتجاه شعبي وناسي هي اللي خلتني أقبل. العراق كان مقبل على فوضى أمنية وسياسية، والعراق كان على أبواب حرب أهلية حقيقية. سيد الرئيس، واحدة من أسباب تأزم المشاكل بين أقليم كردستان والعراق هي أحداث كركوك في 2017 بعد الاستفتاء. لحد الآن البعض من أهالي كركوك لم يعودوا لبيوتهم، والبعض من القوى السياسية كذلك لم يعودوا. مثلا الحزب الديمقراطي الكردستاني لحد الآن لم يستلم المقرات. لماذا لم يستلم الحزب الديمقراطي الكردستاني لحد الآن مقراته بكركوك؟ هل هنالك موعد لتسليم المقرات والعراق مقبل على الانتخابات؟ يجب أن نتعلم من أخطائنا. الإمام علي عليه السلام عنده مقولة رائعة، ما أكثر العبر وقلة الاعتبار. يجب أن نعتبر من أخطائنا اللي صار في الماضي. نحن الآن في مرحلة بناء الثقة، نحن مقبلين على الانتخابات، والانتخابات يجب أن تكون هناك فرصة عادلة للجميع بدون استثناء، كان من يكون، من ضمنهم الحزب الديمقراطي، اتحاد بدر، حزب الدعوة، الحكمة، التيار، وكل الأطراف لازم تكون لهم فرصة بالعدالة، وكذلك التيار المستقل والشباب اللي يتقدموا الانتخابات لأول مرة. الحزب الديمقراطي عنده مكاتب في كركوك بسبب ما حدث في عام 2017، يجب أن يستعيد هذه المكاتب وفق استحقاقه الاجتماعي لخدمة الأهداف اللي يؤمن بها. بكل تأكيد شكلنا لجنة واتفقنا على إعادة بعض المكاتب في بعض المحافظات للأحزاب، ليس الحزب الديمقراطي، كل الأطراف. بكل تأكيد قريبا سوف ترجع هذه المكاتب للعمل في عملها، ولكن بدون مسلحين، غير مسموح للمسلحين يتواجدون في المقرات الحزبية، وبكل تأكيد ستكون مبدأ العدالة للجميع متوفر بما في الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات. دولة الرئيس، في أغلب دول العالم يعتمدون معيار 100 يوم لتحديد الكفاءة من عدمها. فريقك الحكومي اليوم أكمل سنة تقريبا من عمره، فهل أنت راض عن أداء جميع الفريق من وزرائك؟ هل لديك نية في الذهاب إلى تغييرات؟ هل لديك معايير لتحديد الأفضل الأكثر تقديما للخدمة من بين وزرائك؟ وهل ترغب في التغيير أم تخشى الجهات التي رشحت هؤلاء الوزراء؟ بكل تأكيد تقول لي راضي، أقول لك لا، بكل تأكيد ما راضي على كل أداء الوزراء، لكن عملية التغيير بالوضع العراقي تحتاج نوع من التوافق بين الكتل السياسية. أنا طلع لي وزير السياسة يضيعوني بشهرين ثلاثة إلا أن يتفقوا على اسم واحد. فعملية الإصلاح أو عملية إعاقة التغيير موجودة مع الأسف الشديد. البرلمان المطلوب يتفهم أن هذه الحكومة ما عندها أجندة سياسية، وأي تغيير تقوم به مطلوب يحصل على الدعم للوصول للانتخابات. بكل تأكيد عندنا نية بتغيير وزاري قريب. بكل تأكيد أكو عندي ملاحظات عن أداء بعض الوزراء، بعضها عالجناها، بعضها لحد الآن عندنا مشاكل بيها. البرنامج الحكومي أستطيع أن أقول التزمنا بكثير من فقراته، أنجزنا الكثير من عنده. المشكلة اللي عندي أقولها بكل صراحة، ما عندي فريق إعلامي، ما عندي ماكينة إعلامية تسوق لكل شيء القدمة هذه الحكومة، ودائما البعض ينتقدني أقول ما أريد ماكينة إعلامية، لأن أنا ما عندي أجندات خاصة، أنا عندي أجندات وطنية بامتياز، إنه شلون نوفر أفضل خدمة وإعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي. أنا ما أبحث عن صورة تلميع صورتي أو صورة الحكومة، أنا أبحث عن النتائج. النتائج هي التي تثبت المواطن. نعم هناك تحديات، هناك مشاكل، ولكن مع كل هذا أستطيع أن أقول أن الحكومة قامت بتنفيذ أغلب الفقرات في البرنامج الحكومي. ما دام تكلمنا دولة الرئيس عن الوزراء والتغييرات، وزير الصحة استقال، هل ستقبل الترشيحات التي جاءت من لجنة الصحة أم لديك ترشيحات واختيار خاص بجنابك؟ بكل تأكيد ما حدث في مستشفى ابن الخطيب شيء مؤلم، موجة، وهذه تجربة جديدة. التحقيقات لم تثبت تقصير وزير الصحة شخصيا، ولكن مع كل هذا الوزير تطوع
وأعلن استقالته احتراماً لضحايا المستشفى، وهذه التفاتة أخلاقية عالية من وزير أن يقوم بهذا الواجب اتجاه شعبه اتجاه ناسه. أعلن استقالته. في السابق نشوف في مصير أخطاء الوزراء يبقون في مناصبهم. بكل تأكيد سنبحث عن وزير كفو جيد، وأفضل يكون ابن الوزارة حتى يعرف الوزارة في وقت قصير عندنا وباء كورونا تحديات كبيرة. أتمنى من الكتل السياسية أن لا تعترض على المرشحين أو المرشح القادم وزارة الصحة. دولة الرئيس، تحدثت في بداية هذا اللقاء عن محاولات وصفتها لشيطنة رئيس الوزراء قائد العام للقوات المسلحة العراقية. ما مصلحة هذه المحاولات؟ بالتحديد أيضا أركز أنا على جزئيات في كل سؤال، هل من بين هذه الجهات التي تحاول شيطنة الكاظمي كقائد عام للقوات المسلحة ورئيس لمجلس الوزراء هم من ساهموا قبل عام بالموافقة والتصويت وتمرير الحكومة الحالية؟ بكل صراحة دولة الرئيس أقول لك بكل صراحة، هم متعلمين كل شيء يصير بشراكة كعكة يتقاسموها. شاف رئيس وزراء هاي الكعكة يقولون ماكو كعكة، أكو مسؤولية أخلاقية القيام بها. البعض كلهم قالوا احنا ما مشاركين بالحكومة، ولكن بعد تشكيل حكومة كلهم طالبوا بمواقع ومسؤوليات. من ما يحصلوها يتم عملية الشيطنة. ليش الشيطنة؟ البعض يبحث عن هالمواقع لسببين، أما مصالح خاصة أو مصالح حزبية لكي الحصول على تأييد ومواضع قدم حتى يستفاد من الانتخابات. أقول بكل صراحة لهالسبب من شافك اعتراضات من رئيس وزراء وعدم السماح للبعض بالحصول على مواقع نتيجة هالأسباب فحالوا الشيطنة. اثنين، البعض مو من مصلحته تكون حكومة قوية، هم عايشين بوضع حكومة مو قوية، عايشين بالفوضى. لما شافوا بعض الإجراءات أو بعض الخطوات أو بعض المحاولات الهدف منعتها إعادة هيبة الدولة، إعادة تركيز بناء مؤسسات الدولة. ليش ميريد حكومة قوية؟ ليش ميريد حكومة قوية دولة الرئيس؟ أكو مصالح كثيرة متعلقة بالفساد ومتعلقة بالمحسوبية ومتعلقة بكثير من القضايا. هذا الموضوع يحتاج الجميع يفكر به حقيقة. العراق يستحق أن يحصل أفضل ما حصل عليه الآن. من بين الجهات، جهات كانت مساندة للحكومة هي الآن تحاول شيطنة رئيس الوزراء، ساندت قبل جميع عام. هم الجميع يقول إحنا مساندين، بس بالواقع كل واحد يفكر مصالحه. بكل تأكيد تعامل القائد العام لرئيس الوزراء مع هذه المحاولات أنا كيف؟ باوع عندنا مشكلة بالعراق، خلنا ناخذ حسن النية في التعامل مع كل شيء، كل كتل السياسية، كل فئات الشعبية بما في الحراك التشريني يجب أن نأخذها بحسن الظن. إذا أخذناها بسوء النية راح تخرب العلاقة. نحتاج نبني عراق جديد، بناء عراق جديد نحتاج أن نتكامل فيما بعضنا، نتفاهم فيما بعضنا. كلياتنا عندنا ميزة حلوة عند العراقي، ميزة الطيبة، عراقي طيب. حتى العنصر الشر عند البعض لو تعطيه فرصة، عنصر الطيبة والإخلاص للوطن هو اللي يبرز. حتى وإن اتهم الحكومة بالشيطنة وحاول حتى مع كل هذا هناك من اتهم اتهامات خطيرة، تعاملوا وياهم بحسن النية. العراق يستحق، ناسنا تستحق، ولهذا السبب تعرضت لظلم كبير. يومين تعرضت لظلم واتهامات ما أنزل بها من سلطان، ما رد. تعرف ليش ما رد؟ حتى نصنع بيئة مستقرة لبلدنا. العراق يستحق الاستقرار، بدون استقرار لا نستطيع نبني اقتصاد، لا نستطيع بناء أمن، ولا نستطيع أن نستعيد العراق وضعه الطبيعي الإقليمي والدولي. مع كل هذا إلى كل من حاول شطط حكومة أقول له قلبي مفتوح، فرصة لبناء العراق تستحق التضحية من الجميع. دولة الرئيس وصلنا للنهاية، نهاية اللقاء، بس عندي بس بعد اتهام واحد ما قال لك إياه إذا تتقبله من عندنا يعني. تأمر. الله يسلمك. منك بسيطة. الله يحفظك. لا احنا شو اسمه احنا نجيب ونكوم عليك نسمع ونقول انك سلمت الحكومه والدوله الى التيار الصدري، وهل ما زلت تعتبر السيد الصدر سيد المقاومه؟ ما زلت اعتقد السيد مقتدى سيد المقاومه على عناد الجميع. اقول بكل صراحه هذا الاتهام هي محاوله البعض لصناعه انطباعات. هذا الاتهام الاول اللي قلت لك.
هاي انطباعات. أنا أسأل سؤال، كل يتهمون أنه التيار الصدري سيطر على الحكومة، خلينا نطون اسم وزير صدري واحد، وزير الصحة اتهموه صدري، وزير مستقل بامتياز. أنا شخصياً جبته، أنا جبته وزير الصحة، محافظ بنك المركزي يتهمون صدري، أنا جبته شخصياً. أحكيكم القصة، ثلاث مرشحين عندنا لمحافظ بنك المركزي، امرأة ورجلين. الامرأة احتضرت وهي تستحق أن تكون محافظة البنك المركزي، مهنية محترمة. الشخص الآخر احتضر، الشخص الثالث جو خبراء في مكتبي التقوية قيموا تقييم إيجابي، ليست له علاقة. أما الاتهامات على التيار الصدري وأن رئيس وزراء عند اتفاقية التيار الصدري كلها عبارة عن أكاذيب. أتحدى أي شخص يثبت لي أكو وزير عندي بالحكومة التيار الصدري، وزير واحد، جيبوا الوزير، في حين الآخرين أقدر أثبت لكم إيش كم وزير عندهم بالحكومة. أما الحديث، نعم سيد مقتدى كان له موقف وطني، الطلب الوحيد طلبه سيد مقتدى من عندي والتيار هو طلب واحد فقط، الآخرين ما حد ما طلبه من عندي، وأقولها بكل شجاعة وأعرف يزعلون الآخرين، قال بس دير بالك على العراق، هاي وصيته الله محمد وعلي. أما الحديث عن الحكومة مخطوفة وهناك تنسيق، فهذا عبارة عن انطباعات يصنعها البعض ضمن مشروع الشيطنة. هاي النقطة. أنا أشكرك باسمي واسم زملائي يعني ممثلي القنوات الفضائية لهذا اللقاء وهذه الصراحة، وممتن منك كثيرا، شكرا لوقتك دولة الرئيس. شكرا لك، شكرا لكل الزملاء، وأتمنى لكم كل التوفيق لكم ولعوائلكم، مؤسساتكم كذلك تستحق. وأذكر قضية واحدة، الإعلام والصحفي مسؤولية أخلاقية، عليهم التزام بنقل الحقيقة. شكرا دولة الرئيس، وشكرا للمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.